اليوم يوم الهي ولا يوم اللا؟ اليوم هي. يعني شيء سناب ولا ما شيء سناب؟ شيء سناب اليوم اليوم هي شيء سناب. ها؟ اليوم سناب. I can't hear you. اليوم اليوم سناب. هي look here. اليوم اليوم سناب. إيه بيشوف في سناب ولا ما في سناب؟ اليوم في سناب. في ها؟ اليوم اليوم هي سناب. شو؟ اليوم اليوم في سناب. ما اسمع. اليوم اليوم في سناب. بعد مرة. آخر مرة آخر مرة. اليوم اليوم في تناب. ما أسمع. اليوم اليوم في تناب. شوف آخر مرة. دلاس دلاس دلاس. اليوم اليوم في تناب. في شو؟ في تناب. صلاح استبطاني. قدر أنا الدب. هذا شو تعرف؟ شو؟ روح. وين؟ تحت. جيت تعال إيلس عندي. وين بخيلس؟ شو أخبارك؟ بلك تناهي؟ سوحي مدري؟ هي لأنه كان صراط 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 عفواً شو أصبحت؟ تريقت لبعدك؟ نشع معانا تريق وياي؟ هي وحين جاي يعان؟ هي انزل حبيبي تو يلا دقيقة واحدة بعيك حينك. إذا أنت أنا ما أكذب عليك صلاح. ليش كل يوم تتهمني بالكذب؟ أنا كذب؟ أخ عليك صلاح. تحبني؟ والله خالي أبو شو تريد ألعب أنت؟ أنا ما أبي ألعب. إنزين شو حينا شو تريد؟ والله مع البيت أنت. شو؟ ترى خلي بس يحطوا ريوق تريق ولا بيك. لا تريق علي إنزين؟ صلاح. صدياي تعال 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 شوية تحبني؟ أنا شو بكذا عملت لا عملت شو؟ هو خلوتي يعني جديدة يعني الحين شو؟ هي يلا بلاها حنين أبا الحين حبيبي أنا كذا أنا ما أشتري بيت بلا حبيبي سيارة لها تنسير مع القصر نكتب رسالة وبيظهروا لك السيارة دقيقة واحدة ما ياخذون هبن شي سبا يعطونك انت بي ذاتك عندهم زين شو تبي سيارة شو سمنت شرات سيارتي راح غالي سيارتي وايد حقول تو سيارتها تعمل سيارة وايد ناس في وين عند عمو كيف من سيارة حادث في الفلاح واحد سيارة وايد سيارة خربان له شوي خربان كم سيارة أربعة أربعة يلا زي سير بيك زي صبر بيل صلاح تعال بيل بيل صلاح بيل كم تيك هب دام صلاح تحبني وايد له شوية ما تعرف يلا براي بابا ببيت السيارة وين بيت. تالي. تالي. You know what he said? The symptom before. Same, same my breakfast. Okay, yes, this is what they call broccoli and these things okay. all together. Okay. Yeah, thank you. Without chili. حبيبي. شو؟ بلا الخميس. لا أجلوا لي بعد أسبوع بيسوي الخميس أنا هي صاحي ليش يخصك في الخميس وين تبي تصير صلاح وين تبي تصير كيف بصير صالون وخلاف وين وين بتصير أدري وين بتصير بكرة بعد الغداء عقب الغداء ما تقول عقب الغداء والصالون وين بسير دبي دبي قولي يلا ان شاء الله الله يحفظك يا مليك اخاك اخاك شوف قناه وراس مالي ايام عندي اشرك عيد واحد في واحد بتسعة حلوة اتنين في تسعة بتسعة جميل اتنين في تمانية بتمانية ماشي اتنين في تسعة تلاتة في اربعة بكام باربعة وعشرين ده دي صح يخرب بيتك جبتها ازاي ستة في سبعة بكام في تسعة واربعين ايوة واحد في خمسين بكام بخمسة
55 كويس أوي. 93 بكام؟ 93 ب40 ما تعطلش نفسك، قول اللي يجي على مخك. 2 في 2 2 في 2 ب6 حلو. 2 في 3 2 في 3 ب3 بتلاتة حلوة كويس. المهم النهارده بقى هتعمو خالد، النهارده في تصويرة ولا مفيش؟ اقول في تصويرة ولا في ايه؟ في تصويرة ولا مفيش؟ اه في النهارده، اقول له يوم الاه. يوم الاه النهارده. يوم الاه هنصور، هيصور عمو خالد. ماشي يلا، باي باي. باي باي. ده من اكتر التلاميذ المتفوقين. اليوم في سناب ولا ما في؟ سناب. اليوم في سناب. يوم اليوم يوم الهي. اليوم يوم الهي. اليوم ليه بلاك متوقع دي هالنمونة؟ اليوم يوم الهي ولا يوم الله؟ اليوم اليوم ليه يوم الهي؟ يعني شيء سناب اليوم؟ اليوم يجي سناب أكيد؟ لا أكيد 100% 100%. ليش يريد سناب نفرات؟ في مسكرة هذا نمونة، أنا في سوق اللي في مسكرة نفرات. زين بارك الله في ممكن في سالة هذا نمونة أنا بكر. هي هذا نمونة زين ماشي. مشكلة يا متو، شو اسمك أنت؟ مطر. شو؟ مطر. انا نيم. لا كامل نيم، فل نيم. متيا. لا كامل كامل. كربيا متيا مطر. او كامل كامل فاميلي كلش بابا يدك. كربيا متيا انا نيم. هي وبابا وماما من هناك؟ ماما بي راكاي. رقية. راكاي. انزين وبابا؟ تاني. جاتكم نيلة الهي يعني ايه؟ يعني عمو خالد هيصور ايه؟ لأصحابه وأحبابه في مصر وفي كل الدول العربية. خلاص؟ باي باي عمو خالد. دي أشكال دي بس برضو باي باي عمو خالد. تزعيني ليلة مرين ولا لقيت مدري عوين الحظ عني قوامة. تزعيني ليلة مرين ولا لقيت مدري عوين الحظ عني قوامة. يا ليتني ما شفته ولا لويته والحظ ما وقف عيوني عظامة. بعد ليش يعني؟ ليش يعني هالنظرات؟ صلاح ليش يعني؟ شو يعني؟ السلام عليكم. صباح الخير. تمام بخير انت؟ اكو اشوفك يا كبيره. اخ عليك ماكل حبار انت. باع صباح الخير. بعد هاي الضربه لازم. صباح الخير يعني. سلام عليكم. تمام كيف حالكم؟ صلاح تعال ياي، انا عندك لايف. ليش طالع هنا؟ انا موجود، انا بكبر. زين هذا يعلى الله يحفظكم. زيت زيتون جايينا من السيد الفاضل الغالية بنت الغاليين السيدة رفيعة بنت هلال بن دري، يعلى الله يطول بعمرها ويحفظها ام راشد. صار شو وقت بنا؟ ما نشوف انت تشوفني انا؟ لهالدرجة مشتحن فيه؟ مشتحن بي لهالدرجة؟ زين تبقى واحد ولا اثنين؟ لا اثنين. اثنين؟ واحد بس. لا بسك واحد. زين؟ ماذا الحين؟ زيت زيتون؟ ماذا؟ ظاهر من غزر مال ابوي. ماذا الحين؟ ظاهر من غزر مال، ظاهر من غزر مال. ماذا الحين؟ شو حبيبي؟ هذا شو يعني؟
كنت اثنين هما زيت زيتون حب اثنين و بيت صح هي يعني حق البيت بنعطيك انت واحد ونحن ثلاثه شو رايك زين يلا حملوا واحد حق صلاح شكرا صباح الخير يا عمي رقب زيك عسل والله الحمد لله تمام ها شو الاخبار تمام 100 100 ابوي وصلنا عاد هاي اللي قلت لكم عنها ان جاي المالات الفيفاي ها على ما تشوفون هاي حط لهم هاي العنيقيهن تطير مشكلتنا ويا الزرع الطيور اين ينقبن الشو ينقبن القمه هذه من ينقبنها بس خلاص تقمحت هذا راسه نقبنها خلاص خذ كلن هذا القمه من تاكل القمه بس ها وهاي فكره ثانيه القوطي هذا اللي تشوفون العود هذا من تحت انا طارنه مخلينه بس اللي مؤقت حسب الطير ما يجي ومن عقب ما تنتهض شوي تقريبا ذراع شلينا هذا لان طلقه من تحت فبس اللي ما شاء الله البدر اللي اعطيناه الرجال المنصوري تبارك الرحمن 98 او 99% من الظهر فنش قال له خذوا اللي تبونه قلت ابوي انا بس يسدني 50 واشهد ان عاد منصوري ما بفدمين طره شميه يا حليله جزاها الله خير والله وزرعناهن الله يطرح البركه ان شاء الله برويكم لومية عجيبة غريبة ويايتني الله يسلمكم من عطيها سلطان القيواني قال لي هذه هدية نشيت وزرعته وفيها حبة وحدة ياي بمها حبة وحدة يوم عد أمس قاصين لي على الغداء الويمية ولأنها هي وفاة عليكم عليهم شو خلاكم تقصونها قالوا نحقنا حق مكران ويابنا ودر الحين كل اللوم اللي موجود في البيت ما قطع الا هذه اللي تامه في خاطري اتريها لين تبلغ يعني زين ما زين يوم جيت نهار ثاني لان اللوميه مكانها بعيد الشر تقرت مكران قال لا هاي اللوميه اللي قصيت لك اياها ما بمن عندنا ما بهذه من الشيره اللي هناك عمرها يمكن 10 سنين ثرني عندي وحده اختها من 10 سنين وانا ما ادري لكن شوف شو شكلها تبارك الرحمن ما زلت شف وممزوره ما لين عينها لكن ما اعرف شو اسمها عاده لكن هي تعال شي كرت عليها هناك الطرف هذا عندي وحده يمكن من 10 سنين خدتها موجود كم كبر الحين بصير اصوتكم اياها لكن اسمها والله عاد ما اعرفه اكيد لها اسم اكيد ما بمال الدار هذا هذا شو ها يمكن من 8 لـ10 سنين أمس تخبره قال لي قصيت لك إياها من هالمكان هني من هالمكان سبحان الله ترني عندي وحدة شرات من 10 سنين ولا أدري اللهم لك الحمد هذا أقول لكم البرتغال يسمونه موردي برتغال موردي هذا من تقص البرتغال هذا حين توا بادي عادي بلا من تقص البرتقال ها ذيك وحده بالغه والله داخل مو بيطالها عاده هناك من تقصها داخلها لون وردي سبحان الله لا والله اكثر عن وحده البالغه شايفك رجب عم رقب تعال قص البرتقاله هاي اللي هناك ها ذيك وحده بالغة. شو تبى صلاح؟ هي شيء يقول لك ها شيء زيت زيتون حملوا له هي داخل السياره وشيء قور قورتين لومياات انه هديه تمام حملوا له اياهم داخل السياره قورتين عطوه في فاي عطوه هاي الطويله طويله جايت لنا عطوه هنتين بعد من غير زين صلاح وهاكن هناك اللومي بعد يقول له هي عطني اياه حاضر ان شاء الله صلاح حبيبي انت تزرع حين عاده لا الحين لازم المغرب زين ما يزرعون نص النهار تحمل شكرا صلاح هذا كل اللي تشوفون القويطيات ينشلن ترى مخبقات من تحت
خلينها لك بس مثل الحاشي يعني عن الطير وعن ما ادري شو ترى. ومن تنسقى الزراعة تنسقى يوم يومين عقب ابدا تخف عنها عسب ما تيها بكتيريا. شبه هذا تحت الزرع هو اللي يقتله. يا ابن قصة برتقالة ترى على فكرة لو يدخل التطور ما يدخل يستوي اللي ما يستوي في قص البرتقال لازم سكينة مشارة. لازم هاي السكينة مشارة حق قص البرتقال. البرتقال ولا الخضرة ما تطيب إلا بقص السكين هذه سبحان الله. لا في المعاريس حتى سكاكين الصياني ما الفوايد. ها أروح الحلاق أشبيع في الحلاق ما فيك لحية حلاق شوية. لا باكر الخميس حبيبي مرة وحدة روح الصالون وروح الحلاق. لا في صحة وجهك اليوم وهاي بيزات أشوف حلاق عازلنها عليهم. لا هنا حلاق لا 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 تصير حلاق اليوم تصير حلاق بكرة. زين بعدين حق سيرة دبي تصير لهم كشرب مجشعر. لا لا بقعد هنا باسط ما عليه ما في يوم بتي الضحى تخلص من الصالون تصير عند الحلاق. زين يلا تعال تعال صلاح. هاي البرتقالة اللي يقولكم عنها موردي لازم مشارة. صلاح اللي أقولكم موردي ها شوف كيف من داخل لونها وردي الأطراف محيب بوردي من داخل برتقالي وريحتها شراتم الورد فيها. وهاي عندي قورتين من أول ما سكنتوا بالصدفة يسمون يبون أظني من سوريا. الله يعود سوريا وأيامها إن شاء الله يعود بعد المسلمين فك الناس من الصدع والديانة. فأقولكم أول ما أنا ما أدري مو شو إنها قال لي اللي ما وردي لك ما صدقت لين الحين متخرر 4 أو 5 سنين ثلاث مر وهذا إنتاجها ولذيذ مش شكر حلوة يا غير ما بشكر شكر رجلة. يلا صلاح دخ قد وأنت كر 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 تعال شو هاي لافتها اللون اللون الوردي خاري. صلاح تبع خلص اول هذاك وعقب هذا هنا ابو البرتقالة ولا اللومية حتى الورد الروز كل من ابطى في الارض كل من زان الهنبة كلش يرى كل من عمرت زيادة يطيب انتاجها. السنة احلى من العام بعد والله. لا حالي شكر ما بشكر ريج يا غير شكر. يلا شكرا. ها صلاح حلوة. تبغي شبلا شو يا ربي يا صلاح وانا يا سدورك. لا دوت شو تبع الاثنين صح يا ربي مك يا صلاح. ها ها يلا يلا بحمد في واحد اثنين حبيبي اثنين اللي تبغى ياكلين هناك. ها صلاح يالك ياكلين هناك يا ربي اسميك انت ما يسوى لك سبب ما يسوى لك سبب. يلا زي تعال تعال ربي صورة سليمان أشوف. رمست أنت اليوم سليمان ولا ما كلمت؟ كسر ماشي. ليش؟ ما أعرف. جديدة. أنت سويتها جديد. إيه. واشتل عنك. أحب أخليهم يردون لك سليمان. أنت تتابع سليمان؟ إيه. تحب وايد ولا شوية؟ شوية. لا. وايد. لا أنت تحب شوية ولا وايد؟ وايد. ولا شوية؟ اه وايد. صراحة انت تقبض اخر كلمة. ايه؟ انت تحب شوي ولا وايد؟ وايد. زين وايد ولا شوية؟ صلاح هاي الصورة بطرشة حقك انت خصوصي. حطها باك راوند حق تليفونك يوم بتفتحه يعب قدامك. زين؟ قول سلام عليك ابو داوود. داوود مشكور على الصوره صباح زين يا الغالي غالي. سلم على الكويت وما حاش حوشه حكومه وشعبا. زين.
شو حبيبي أقول لكم بالنسبة اللي يتخبرون عن قناة اليوتيوب، قناة اليوتيوب لنا حين نحن ويا مباحثات وياهم حاط ريال هذا خبير السناب كل يوم صدع وديانه وياهم مراسلات إلا ما أدري شو إلا رقم ما أدري شو إلا ما أدري شو يبون على أساس شو نحن بقى يعيدون طلبوا منا إعادة تسمية جميع الفيديوهات اللي منزلات في خلال 3 سنين 2.5 سنين يعني يبالهن يلسه ما شي طولها الحين كل يوم يجيني هو ونيس نسميهن نحط المسمى مثلا مال تايلند مال لندن مال أي بلاد أسير ننزل يعني البلاد الشيخ وتاريخ كم وشو هناك وشو العلم وشو الخبر وكان فيه طبخ شو اسم طبخة أمور وايدة وهذا كله بوياك الوقت فإن شاء الله أن الأمور بتتيسر إن شاء الله عما قريب بتلقطوا القناة كل شيء فيها زاهب وكل طباخ ولا سيرات بحور ولا برور ولا شرق ولا غرب سفرات مصر كل مكان أي مكان كله بيكون موثق موجود حتى العرب اللي ناطريهم ونسير عندهم ونسير عليهم كل شيء بيكون موجود أبوي سيرات الفلبين وسيرات كل 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 البلاد كل البلاد تايلند يي عاد تايلند ومصر ما شيء كثر هنا ولندن واخر شيء استراليا ونيوزيلندا وما ادري شيء مكان في الدنيا ما مت كل موثق وكل فنان وكل وايد جميل ليتني هلا هاك السنين عاد كان التصوير وقت لبنان سيرتها كانت غاويه الله يعود ان شاء الله المياه الى مجاريها ويحافظ لبنان وبلاد المسلمين اجمعين منو هذا صلاح؟ هذا خباخ لا ما يقولون الطباخ يقولون شيف سليمان القصار ايوه ها زين يلا شكرا صلاح حبيبي حفظكم مختفي عن الحساب ما سليمان القصار وحاشرنا من الصبح طباخ وطباخ وطب ما عرفنا منو يطري ترى ابوي يطري سليمان القصار شيف قلنا له صلاح ما تقول طباخ شيف ايه حين هو فوق عم مرحلة الطباخ هذا العادي يلا انزين البرتقال هذا ابوي ما بقري فروت قري فروت غير والبرتقال غير وبرتقال ما وردي غير هذا يسمونه برتقال ما وردي هذا طايح اكثر من 10 سنين ما يدرى المشاتل شيء موجود ولا ما شيء هذا انا ماخذنه من 8 و10 سنين اول ما تحولت مدينة محمد بن زايد اول ما سكنت محمد بن زايد زرعته ولا علات ريع ما كنت مصدق ان برتقاله ولا داخلها رنقين رنق برتقالي ورنق وردي وظهر ما كذا يا ربي حشره المجوات وظهر صدق فلذلك ابوي انا ما ادري هل انه موجود في المشاتل ولا مش موجود واللي الحين يقولوا هذا لا انت ما تعرف هذا يسمونه قريفروت الله راس اللي يعاي يحكم حق المعايا ما حد شراتكم حق المعايا ما حد قلنا لكم هذا ابوي ما بقري فروت القري فروت غير قري فروت روحه 3-4 الحين لك مسج ياني والله حط لنا حساب سليمان القصار انا ابوي ما حط حسابات لا للقصار ولا لغير القصار القصار اخوه عزيز يسوى عيني ومعيني ونتعارف اكثر من 40 سنه حساب القصار تكتب سليمان القصار حساب الخالدي خالد الخالدي حساب زيد وعبيد ما يبى دق طبول وما يبى ذكاء ولا يبى صدع ولا يبى ديانة من تكتب سليمان القصار ياك يربع من تحط سليمان القصار ياك يربع احط حساب القصار شو حقه بيقولوا ابو ياسر سوي دعاية حق الريال انا ابوي ما اسوي دعاية الانسان ابوي لما يرفعه اسمه ويرفع ابوي مذهبه ومعناه وسمعت الطيبة ما حد ابوي لو تعلن عنه بيديك وريولك ما حب ايه لا يرفع البنادم ذكره وخفة طينته ويرفع ابوي الكرم والطيب واليود والظهور قدام العرب بويه واحد تراك انت معروف من يوم انت ياهل ليش شوبت كان الله جعل في حياتك مدة وعطاك الله عمر تراك انت معروف من قبل وعرفك كل وادم اللي ما عرفوك قبل بيعرفونك من اخواتهم بني عمهم
معروف الإنسان ما في داعي التمثيل وتعيش بكذا شخصية انفصام شخصيات وتغدي اللوادم ما بخبايل، الناس أبوي ما بمينن، الناس أبوي ما بسذج، الناس أبوي فيهم عقول عندهم حواس يعرفون العدل من المايل. والله يا ابوك لا تسوي حق عمرك بهرج وتسوي حق عمرك ترز بندير معالي راسك. اللي ما له قبول ابوي ما له قبول. سليمان القصار ابوي اسمك ابوي شايع وداعي الى الله يحفظك، بس ابوي ليه يكتبون اسمك ظهرت وكل الناس ابوي تحبك على الله يبارك فيك ويطول بعمرك. ترى ضربه فيك وضربه في مصر حكي لك يا جاره ولا ابو داود محشومي على الله يطول بعمره، وانتم بعد كذا الامثال. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وشو حين قبل مساكم الله بالخير بخمس دقائق، يعني جزء من صباح الخير والاغلبيه مساء الخير. الحين باقي 10 دقائق وبيذن. انزين يعني الله يحفظك. بسير اول بادي المرور، عندي سياره بيددها. انزين بظهر من تجديد. تدرون انا عندي ما شاء الله اخطف عندي ابوي عرب وايد تسد عني يا غير. انا احب اسير روحي اخلص اشغالي، كان جوازات ولا مرور ولا اي شيء كان، القط العرب لي انا باها اشوف الناس اشوف الحياة. ما بزار بعمري ولا اشوف حد ولا حد يشوفني، شو الفايدة؟ لا والله بسير وبي مدام شالة النريولي لا حجبوي على الزربة واني ايلس في البيت ما شيء كالف سيد زينة. وبخلص شغلي وان شاء الله برد رمسكم. بالنسبة للومي، اللومي اللي انا اكلت منها من قبل يومين واليوم صورتكم اياها الصبح، يسمونه لومي ايطالي، لومي ايطالي، وحد يسميه لومي اسباني زغنبوت، لومي ايطالي انزين، وحد يسميه لومي ايطالي، حد يسميه لومي اسباني. والله فنان وشغال ما شاء الله في الامارات، يعني ينتج ومقاوم للافات وللحراره ولكل شيء، اموره طيبه وايد زين. والشيره ما تعظم تغدي كبر البيت العظيم، تغدي عوده غير ما تعظم وايد، ما تصير فوق مره تغدي كبر البيت العظيم. سيد وديور ورجي هذاك ترخيص يا ربي كم ودي عادي يا ابني. زين يلا بنرمس. والله في خاطري ارمس، عندي سالفه على فكره، سالفه تخص هذا الريال مال سوق المناخ، وايد ضروري اخبركم عنها ان شاء الله اني بطريها. أنا بطريها شخصية من شخصيات من رواد أو كينج سوق المناخ كان، وشو استوى وشو اللي صار به وشو حلبه والعلم والخبر وشو قال إليه الوضع حاليا، شو قال إليه الوضع حاليا وكيف تغيرت الأمور من إلى كل هالأمور. إن شاء الله بعد لكم إياها أخرى، وأنا أعتقد اليوم أظني لهالمرور الأولي عند الله علينا. يا مركضنا ودبتنا في هالمرور، الحين تحول ها شوف ما شاء الله، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، بلاد غادي ما شاء الله مكورة. أنا يوم بتي المرور أي وقت توصل المرور تضرب شرات الصكة في 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 صدرك من الضيج لو الوقت اللي خطف غير. الحين يا بوكي توصل المرور شوف الله عليكم كأنك ساير معاريس، كأنك ساير معاريس ما بساير مرور. شوف ده كل شيء فيها غير صليج، ليتات، إنارة، انشور، أعلام، بوابات، ديكورات، أشياء جميلة. شوف هناك شو عاطينها 5 ستار، 5 نجوم عاطينها، مسمينها مكان ما تتم قريت شيء مكتوب شيء السعادة أو الابتسامة. سكر والحين متي المرور تيك ابتسامة إلا كان بتدفع شيء وايد شيء روح هذا غير. هذاك وين مكتوب أقولكم ها؟ مركز خدمة إسعاد المتعاملين، ويستوني أدور أدواره ثار مكتوب فوق. إي والله مركز خدمة إسعاد المتعاملين اللي واللي بيدي بيزات عليهم خلافات وايد ما علي شر. هي ما حد قالك سوي خلافات بعد شو بعد بتديهم وانت سعيد. أقول لكم شيء طبيعي جاي
ولاني مره متوازي عاده. دخلت وعجبت في هالمكان. شوف الله عليهم، منو يقول ان هذا حمام وفي دائره؟ طيب يا غير فندق خمس نجوم، ها طعم مكبره بلاد مكبره، هاي لك بعد هم اثنين صار، وهذا عود. شوف بالله عليكم، هذا بالله عليكم تقولون انتم في شسمه دائره حكوميه، والله يا غير فندق، فندق خمس نجوم. بارك الله فيهم اللي سووا هالشيء كله. أهم ما في الموضوع خلصت شغلي وقبضت ملكيتي وأنا حين ظاهر. واللي خلاني أقول لكم حين ضروري أصور، أول شيء لفت انتباهي الله يعزكم الحمام، تعرفون زين أقول زين ما يبالي كلمة، طلع الورود تحر، وهذا طلع يعني شيء مناسبة ما شيء مناسبة كل على هالمنوال، وخلق الله والمكان نظيف يلق لنق، تحرى ما تشد دخل فيه آدمي. يعني شو هذا، شوف هذا يعني نوع من البذخ الفنان اللي يفرح، لكن بذخ ومشرف أخير من بذخ في سوادوي ينصرف شيء ما لهم عنا. مشكورين أبوي هلب المرور بارك الله فيكم، الأول اسمها هلب المرور حينها إدارة الترخيص كانها ما تشكرها المهد، مشكورين. قبل اسبوعين ما استوى عرس الهوام اللي في الريتز كارلتون، يوم استوى العرس ويهت السفير العماني انزين، ودعاني شفهيا هاك اليوم، قلت له طال عمرك عاد الله هلا في يوم غايته، طرت شو لي كرت يمكن اكون ما في البلاد ولا في، ما وعيت الحين الا جايني الكرت وجايني اتصال بعد من ريال، نسيت والله شو اسمه بعد من السفاره، اتيكم ابوي عيوني هالعمان كيف ما ييكم، اتيكم عيوني هذا ابوي عيد الوطني كيف ما ييكم 47 عيوني تيكم، ايكم لو حتى على يدي مشاي كيف يعني اغني للناس كيف انا العيني ابوي، انتم الشعر لي ربا انتم غالين من استوت الدنيا لفي يمين، انتم غالين ابوي من استوت الدنيا بلاني بايكم بايكم وييكم وييكم اذا الله جعلني من الحيين. شيء سلم لي على صلاح، صلاح يا حبيبي هذه الرسالة لك، أحبك أموت عليك يا عمري أنت، أسأل الله يعطيك الصحة والعافية ويخلي لك هالأخو الغالي، تسلم يا حبيبي. بارك الله فيك يا أبو داود ما تقصري على الله يحفظك. تحية من دولة الكويت إلى سلطنة عمان الحبيبة وإلى جلالة السلطان في عيدكم الوطني، وإلى الشعب العماني الغالي على قلوبنا كلنا، وإلى أرض عمان الطيبة، وإلى الأسرة الحاكمة وكل من على هذه الأرض الطيبة، من دولة الكويت لكم كل التحية والاحترام، إن شاء الله تعودونا السنة وكل سنة بأحسن حال يا رب، ونشوفكم إن شاء الله في أحسن حال في أمان. السلام سلم، مرحبا مرحبا بالبنات. What is this and from where? From أم جابر. أم جابر. يلا أوبن بنشوف شو مطرشي أم جابر. أم جابر. يا حافظ عليك يا أم جابر. ما قصرت يا أم جابر. ها من الحناية what do you think? It's very nice. أيوة. أم جابر. أيوة. يلا يلا. فتر and open this one. كل من عند أم جابر. يلا عادي بسرعة. موناك. Oh, this one also from Am Jaber? Yes, from this one by Am Jaber. Open everything, everything. Leave it the same place and open these. Okay. هذا من عند Am Jaber. Okay, close it now. وها قواري وهذا كأنه مال عود ولا مال شو والله ما نعرف. ها ها مدخن هذا مدخن. ها. وهذا شو؟ هذا أبوي قرص. قرص بعد أن طلعت ما بقرص بثيته. Close it. إيه وهذا شرات المدلوج وهو هذا لا هذا مدلوج هذا مدلوج ويمكسرات وهذا بعد شيء منقير بعد ناتق كل هذا عندهم يابر yes. thank you مشكورة يا وين كرت ما في كرت ما شيء كرت it was there. I think in this one.
مشكور يا ميابر ما قصرتي لا خليتي على عمرك لا يرد ولا يري. هذا شو بعد ما يندرى شو هذا هب هذا الكرت هذا الكرتو شو هذا مكتوب عليه هب مكتوب عليه كرت هذا اللي شي محطوط بدور كان شيء دور لا بدو عليه كرت ما يسوب لي كرت أنا أبو لازم في كرت روف الحرمة مشكورة ما قصرتي الحين عرفت من وين جاي مشكورة وطال عمرك يا ميابر يعني الله يرحم والديك مشكورة وما قصرتي على هالهدية الفنانة لكن وايد يا ما يمطرش التول ما خليتي شيء ما طرشتي أنا تحريت مال تاجرات هاي اللي يسمون مال تاجرات صغيرات ترى لا يا أبوي هاي من عند كمبنيات كبيرات مشكورة يا ميابر الله يسلم برند دسوان بعد وين جاي بعد هذا يانا تو الحين ها كفرات جايات ها شو التحرين ها هذا كفر عيناوي وهذا كفر ابوي حاطين عليه صورة صلاح حليل ويزاهم الله خير وهذا صورة الشيخ ولد الشيخ حفيد الشيخ يعلى الله يعوده ان شاء الله سالم غانم يا رب العالمين هذا ابوي الخدمة هاي الخدمة مطرشك صلاح وهذا العنوان مالهم مشكورين يا هاي الشركة اللي ما عرفت شو اسمها جيفنجي هب جيفنجي جيفن رونا وين هذا ابوي والله ما اعرف احنا شركة توصيل بس علينا نوصل لكم اياها ايوه زي بارك الله فيك شكرا صلاح انت حد قال لك بيطر شيء ما يخصك انت عن وسبيتك انا لا ما سبك ولا قلت لك شيء هاي كله ترتيب كم يسوى كوكيز اظني ولا مشكورين يلي طرشتوا هالشيء اليوم شيء وايد يانا تول البيت انتزر صلاح يا تداي حقك بعد تليفون كفرات ما تليفون والله الحين بخلي يجيبونها زين هذا هاي هدية يا عسبك افتحها هذا الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الله يطول بعمره قول ان شاء الله يلا تعود بخير وسهاله قول امين امين الحمد لله يلا يا رب تعود زي صبر هذا الشيخ خله وزي قاك بضحينه زين وهذا ابوي مال نادي العين ها بعد حق تليفونك انت زين ها اثنين وهذا عاده الشيخ صلاح يا سلام شفت كم واحد ثلاثة كلها نبوي حسبك ها وهذا بعد ورد كلام شكرا قول لي نجيب تخيل ويا القوطي ولا أمي قبل هذا انت هي لا تشبه الحين انت بلي شكرا للي طرشوا الهدية شو صلاح هاللي مطرش هذا شيء وايد جديد من عند هالحرم بنية ولا حرمة ولا ريا الله أعلم به لكن وايد لي طعمت من كل واحدة من كل غريشة حبة واحدة شيء من طعم الجرفة وشيء هذا ما أدش قابع الطعمة من غير وهذا بعد طعمة من غير وكل لذيذ وايد جديد يعني فما رمت إني ما أعطي حقه يعني لكن يتزاهم الله خير يخدموه شغل فنان ولايتي إيش عندك شبه صبر علي صبر هاي بوي رئيس بعدي اثنى من عند فاطمة بتحاضر بعدي رانا بعد ضاري هري ستة دومها فنانة ايه انت بدت حاجة بدت خلاص انت الحموزية اللي في الدنيا كلها فيها حتى جامية شوية جامية فالطعم الجامي يعطي الهريسة جودة أكثر بتقدي متعة في اللثام مشكورة بتحاضر مشكورة ما قصرتي كل بياض وي يا عزة الله اختراب الرجيم تمني بلاي من هذا وحين من هالهريسة يعني والدنيا مطرجة
بيصيرون صلاح؟ بين بتقول فاطمة؟ بيت فاطمة مبارك؟ زين الله يحفظكم. متبتي باكر؟ متبتي؟ لا الصبح. زين بتريق عندي زين؟ بتريق كبدة. ايوه تبدا زين؟ هي نسيت اخبرك حفيظ باكر الكبوت خلينا حق الريوق. هذا خالد زين اليوم جايتنا من بيوت بيت عرب بعد قالوا لا تطرون ذبيحات ذبيحتين نيديات صغار ما بنعيمي لا نيدي هو شي عمار على 5 شهور شو سوين اصبر علي خليني ارمس العرب فابوين بني ناوية عشاهن فالحين الباح بتنا بلي عشا خفيفة أصبحت بخير وسعالة فالحين الله يسلم قلت لهم سوينا على الريوق ونتريقهن أنا وصلاح أظهرنا الكبود واللحم أبوي خلينا كل ويب وبويب في الثلاجة وبيسد الوقت اللهم لك الحمد زين صلاح شو حينه شو حينه باكر بتريق عندي ايه بابا يلا باكر حق الريوق أنا وصلاح سوها حافة ما بسويها في همة ولا خرسانة لا حافة مرة قطرة ما أريد فيها ما فيها أي خرس أريدها حافة فلفل أسود وثوم رقم 1 غادي شكرا يا حفيظ زي صح ساعة كم بتي الصبح أنت زين أنت عقب الرياضة زين عقب الرياضة تعال يا ما شيء مشكلة الحين هكذا شو عندك أنت تعال يا تعال هني تعال عدالي هي الريوق عرف شو بتسوي باكر سوي لنا مريقة وحط فيها الراس واحد راس من الذبيح مال اليوم وقطع لي الكرشة بعد اغسل الكرشة زي ما زين ونظفها ووضعها بوي كتف ورقبة سوي بوي مرقة راس وكتف ورقبة وهذا شو بعد الكبد بتسويها الصبح والراس والكرشة وتشات فرقبة سوي بوي صالونة ما برقة صالونة غليظة بترز العود فيها ارتز يلا بارك الله فيك حق الغداء والعيش شوي يلين هبسوينا ثري يا ويلك بحث البتسامة هاي وين سايرة يلا الله يحفظك ثانك يو منو حجة هي شي يقوله هي حليلة لا لا ان شاء شرى ما انت غالي وهو بعد غالي يعلني ما خلومك يا ابو ناصر باكر ان شاء الله اني عندكم اذا الله جعلنا من الحيين ما راح الدين والله شيء تبون من البلاد سلامك راسك الغالي يعني الله يحافظك ان شاء الله باكر ان شاء الله عندكم على المساء ان شاء الله ورا باكر ترى بنحضر الشارة ان شاء الله بتحضر وياي ترى ورا باكر انت ما بتقيل عيوني والله عيوني لا خليت منك ولا من عيونك يا رك الله الضحى هي رقع هتشر الضحى اي نعم هتشر من الضحى توكل على الله مره من اتغدى مره من يجري حتى يلا هذه قدامه اي نعم وانا بكون عندك اي نعم مو مره ولا ترفع صوت ما يهمك يعلك حال فريدك الغالي خير وسهل منك شايف الخاطر سلام تراس بس ان شاء الله اني باكر المساء بكون عندكم مرحبا الساعة زين لا خليت منك بنتغدى اقول لك يوم الجمعة بنتريق بنتغدى ضربة ان شاء الله وين ان شاء الله هي بيت قومنا بيت مرزوق كلهم باكر الشباب بيون مرزوق وراشد بن سالم ومحمد وعبد الله محمد يا يقول لي ابو شرف اهلي يقول لي هزه ضوى هذا ابوي وين لقط الصنقلان والصبصوب والقبقوب اللي في البحر كامل ينصب ابوي للبدح ويضرب ابوي عند قبقوب هذا مشكله بو... ايه والله هذا ابو ساري على الله يحفظه راح الحيايس حيايس ريج ايه جايب لك قال عمي والله ولد الولد جايب لك حد مشوية ما طارش لك زين يوم يا بنت السياره هذي انا حيايس لا اله الا الله وهو ما يعرف ال... وما الولد قتل غالي أكل على الصبية حياتي تحايته وهو ما يعرف الحياسة ما يعرفه من ال ما يعرف الحياسة الله سلم إليه بعد ما عطته
حليل حليل يساها الله خير. علوم علوم زين لا خليت منك ابو ناصر. اخوي ابو محمد مشغول. يلا براي. زين لا خليت منك هدات الله. يا مرحبا. ما له حبي. سلم على هزاع، سلموا على الشباب كلهم. ادو عيالك. يا مرحبا. يلا في مال الله حبيبي. في مال كريم بالعمال يطنط عليك يقول لك شنعت صايبي. ما صدته شنعت؟ لا لا مخلي كل يوم تايح الزهر. يا ريال يا ابو ناصر الشنعت عبروها لدبي. عالي دلمة عالي دلمة ابوية. ايه صدق؟ ايه نعم صابوه الهدف مرة. يستاهلون. يا الله يعطيهم ويعطي كل يعطي كل مسلم يعطي كل مجتهد. امين ان شاء الله. يا الله. بعد هلا 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 شو هذا شو جايب؟ بعد هم بيت منو؟ شو اسم اربابك انت؟ ها؟ ابو ابراهيم. ها منو؟ ابو ابراهيم. شو؟ بابا ابراهيم. بابا ابراهيم شو اسمه عاد ابراهيم هناك؟ ابراهيم راشد محمد صلهوم الخبيسي. هب الخبيسي القبيسي. قول القبيسي. بنصلهوم القبيسي. شكرا شكرا قبل صلهوم ما تقصرون. هذا ابوي كان عندي انا قبل الدير عندي 5 سنين والله يا ابوكم مدامي فوق 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 راسه يشتغل ومن اخذت العنه دقيقه تحرى الماء يدفع بيزات يوم بيسقي الزراعه ما يسقي حتى الزراعه جت نص زراعتي ومن عقب ابوي يعني بعد مكران والخيبتين ورب العالمين يسر الامور حين يوم يعني شو اسمه عم رقب صح ولا غلطان؟ لحظه شو هم وين مكران؟ هذا ما قنت هذا في اسمه كارت كرت؟ شو هذا هو؟ خسرتها اسبوع اسبوعك انت روح ما تشاهده. لا لا يوم الاربعاء بيسافر زين لا لا خلاص يلا براي هني خلي بعد شيء؟ بعد شيء فلور؟ يلا ما شاء الله اليوم شيء تول جايلنا الدنيا والدين سياير تنشل والعرب تطرش شو بقول لك؟ اللهم لك الحمد. هي والله متصبح ويا صلاح وي حد يصبح بيشاهد صلاح معي خير زين 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 علي شايف الخاطر لا تنسى شو بيعزمونك زين يعني الداعيه يا ابوي الحريم كله تشريمك احترمت المحبه لشبه الحريم يلا عاد برايس يبي يشوفن عيالها امي انت ما تخيل تخلي امك ترمسني ما تستحي بقولها خالد ما يبي يحضر لا ما بي ابويا بنشوف العرس خالد بيحضر ما عليه ما عليه بقول يوم بتري الداعي من يوصلني الداعي فاركم طيب عرس البطين لازم العام حاضر انه وطرشوا لي الدعوه السنه دعوه عاديه انا ما بمن هالي من يرغب من القبائل يا علي لا تشوف الدنيا والدين جايه قالك طيب والله لا يوصل ما عليه والله يا انا زين توكل على الله ها ما مكران سوق هذا كله كله حطه فوق الطاوله أوكي. علي ابوي برد رمسك بعد دقيقه لا خليت منك يلا يا على الله يحفظكم المطرش من هالكرت ايست 2017 سينس بيكري هي هذا مطرش هذا وهذا بعد وياه تبعت مطرش ابوي هاي اظني كنافه لبس بوسه كانها مطرش هذا عاد الورد الورد هاي على الله يحفظكم هذا تصميم شاب اماراتي على الله يحفظه روحه شغل سوي له بزنس من اروع ما يكون ودومي اندبلي وامسات يوم حتيت يوم اطرش هديه حق ناس بعد جاي من سفر نزلت صايح اللي عرف رقمه يطرش لي ترى هل سمعوني وطرشوا لي الكرت واليوم عاد اروح مطرش هذا فقير جزاه الله كل خير ما قصر بصور سكن وات يو سيد I think people love you so much. Why? Present. Alhamdulillah, this is good things. Yes. Alhamdulillah, this is
from Allah سبحانه وتعالى. الحمد لله. Are you drink the juice? Yes. والله وايد فنان شغل الرجال هذا. وراح ترى الكفرات ما تليفونات بعد توه مطر مسج يقول ابوي انا طالب وادرس واعتمادي الكلي روحي معتمد على نفسي مسوي شركه الكفرات اللي طرت شن حق صلاح ويقول وان حتى لو ما صلحان معي بس بغير لليبه قلنا لابوي يا زل وفرح فيهن وضواهن اصلا باتن عنده اللي في عجبته. أكيد اليوم تأخرت نص ساعة على موعد الجمعة عادة من أصلي العشاء أي اليوم يتبعد الصايب كنت نص ساعة ولا ساعة إلا رب اللي أخرني الله يحفظكم اللي شرعت هالية ليه وثقت كل شيء وشي شارب وشي غارب وعندك ودولك يعني أروح هالوصف اللي يقوله ما تبات الفقيرة في بيت بخيرة اللهم لك الحمد كل أبوي صار جسمه وصل لمكانه رتبنا الأشياء المهم وحواصل الجيم نعين الله خير باكر أتوقع أني بكون في بدع زايد بين العصر والمغرب أو يا أذان المغرب وإن شاء الله مساي بيكون في الشويهات باكر ساير في لازم في بدع زايد وإن شاء الله أني مساي بيكون في الشويهات وبنمسي بنعين الله خير بنصور يعني عندهم كلاس مال مصارعة مال ملاكمة كلاس يدربهم ما شاء الله يعني ما كنت حضرته أنا أول مرة أشوفه هذا عزيز قدام هذا هو شاوش الحرب أيوة ما يندر عدلو حد ينقع شلك قدامهم شو بيازم الورق العلم عند الله يلا هذا اللي أقدر أصور العالم كلها من غير ما حد يدري إني أصور فما شاء الله اليوم القرقور منزور لين عينه على ما تشوفونها لين عينه هناك ها بيب الأمين أظهر إذا ما يظهرون العرب ها هذا الجهة اللي هناك بعد خلق الله ما خلق اليوم يعني يوم يقول القرقور فل يعني فل بعد من كل اسمه شف ما شاء الله على ما تشوف يلا الله يسلمك هالرجال يقول في عرس بن ثالث قبل كم هذا؟ شفناه قبل اسبوعين زين انتم ما صورنا صح؟ اي ما صورنا احنا نصور ياك المهم الوالد والوالده يتابعونك بالسناب وحابين يسلمون عليك عليك وعليهم السلام شو من هالوين؟ راس الخيمة والله ونعرف وين راس الخيمة والله اقدعني عليكم مكملين اليوم وياك زين ما يهمك ريول مرة ميول عندك تحات مرة المدرب موجود صورتك اي والله اقول لك ليش معنى تتدرب ملاكمه والله الملاكمه هوايه ومن نصيصه صراحه هاي كيك بوكسينج مش ملاكمه والله انا اول شيء غلطت قلت حق الجماعه حق اللي صور اول ما دخلت قلت ابو هاي يسوون مصارعه وعقب عدلتها على اساس انه صح وقلت ملاكمه وطلعت مش كيك بوكسينج كيك بوكسينج ايوه هاي للدفاع عن هواية كمارشل آرت اها اي ما شاء الله بس بالنسبة للملاكمة فقط اليدين اها الكيك بوكسين يستخدم اليد والريد شوف انت زين زين ما شاء الله الكابتن يدن هذا الكابتن مالكم ها الكابتن يدن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه يعني الله يحفظكم يبارك فيه ما في يصير يقولون لي صورتنا ما نعم انا صورتك من غير ما استأذن استأذنت بالشباب فقالوا لي انت كابتن وايد مشهور الله يسعدك فشو اختصاصك كابتن انا اسمي يزن ياسين انا مدرب تدريب محاكم الواقع وحاليا كنت العب كيك بوكسينج مع اصدقائي نعم وصدفنا شاب طيب وعرفنا عليه جزاك الله خير زين ما علي الحين كابتن انتم تاخذين جوله في الكيك بوكسينج نعم والله جايين ندرب مع الكابتن بدر صح زين انا ما علي لكن الحين بصوركم مع الشباب ما علي شكرا فاتضح ان هاللي يصورون شيء وايد مهم اللي هم يلعبون والحين قالوا يعيدون جوله صغير على سب اصورهم شيء فنان يعني الناس تفرح في التصوير وفي التواصل والناس تبي حد يشوفها
والناس تبى تشوف حد شيء جميل يعني. فأنا أحب أظهر الشيء الفنان، ما أحب أظهر الشيء السلبي، كل شيء فنان وفي حياة. يعطيكم العافية كباتن، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، الله يسلمك، الله يبارك فيكم، ما شاء الله عليك قوريت فرق مبين. وحدي على الله يحفظكم. وبعد طول عناء كل مكان حاطه يوم تشوف اي فيديو حق محطوط لي عندي ولا عند زيد ولا عند عبيد ولا في حساب اي حد ولا في اي واتساب تكتب تحته هالآدمي ما اهضمه ابدا، هالإنسان ما ذا قبول عندي ابدا. وتمت في خاطري بغيت تعرف لين عرفته، طلعت ابوي راعيت مشروع ضروري ابوي اجيب لك ساماني وتاكل منه وتمدحه. ويوم ما تعثرت هذا يعني هاي حينه قصة شو هذا نقط ولا بحرق بيتك يعني ما ليج في العقل يعني مش معقولة اني يعني بين سنة حطاتني هدف لجلني ما بعرض سامانكم، ما بعرض الشيء اللي ما بزين ما بعرضه ولا بيطاري ما يخصني ولا أقول اني اذهب سامانك وما فضل عنك العرب بقول زين وغاوي حق ترضين عني يعلك ما ترضين دبت حياتك بيلس امدح سامانك وسامانك ما يتشاهد لان شو يا سبحان الله الحمد لله اني ما دهيتيني وحطيت سامانك يعني معقول اني بعرض شيء وهو ما يتشاهد بقول يتشاهد يعني اذهابه العرب ما بده العرب على شيء انزين انزين يعني يا انك الحين تشكر على ساماني ولا بيلسه هذه بك هو انا ابوي لا اعرف سلام بابا ولا مسع انتي ولا اللي هذه اللي علقون ويرمسون رمس القاصر ابوي انا اعرف عمري ما في شيء من المناقيد ولا والكامل الله سبحانه وتعالى بيستوي لبنادم يزل بكلمه بحركه بشرق غرب انا حالي حال العرب انما بيلسه حط لك سامانكن انتو ذكور ولا اناث حد من العرب ضروري والله أنت ترمس عنا وتطريننا على أساس أنه نحن نثني عليك ثناءكم أبويه أنا ما با من يقولكم أني أنا أريد الثناء وأريد الشكر وأريد التمجيد أنا أبوي ما أريد التمجيد هذا حمدون وهذا خراجين يعروف معروف أنت يا اللي يعروف معروف لو إن شاء الله حط بنديرة فوق معالي راسي وامشي تراني معروف من يوم أنا ياهل لين اليوم يعني طريتوني بالزين ولا بالشين ما بيغير في الحاضر شيء والله ما الأول هاك أبويا أول ما استوى السناب أفتكر وأحط في خاطري ويلس أطحن عمري عقب قلت يا شاء الله حادني كان كل كلب بينبح بعق في ثم حصة أبوي ما بوبل ما بيتم حصة في الدنيا العودة يا غير تميت اتخذت مقولة ياكم وادي عاهن قالوا له أبويا رد عادل مجاوب بطحة صحم قدامك بطحة صحم قدامك زيغوها بوادي عاهن زيغوهم بوادي عاهن وادي عاهن عاد من أكبر الوديان في شنتي عمان لكن أبوي تلقفها شو تلقفها أبوي بطحة صحم بطحة طولها وعرضها ما لها أول من تالي ولها قصيصها وتعادلها قصة وادي عاهن وبطحة صحم العام تتعادلها وموجودة في اليوتيوب
ايه برد اذا عقب كم من يوم ان شاء الله وقت شيء فاقه. يلا برايكم عادل ترى اليوم بيني بعد مال السناب قال اليوم بعد عليكم سالفه الرجال مال الكويت اللي مال سوق المناخ يا غير بيني مال السناب اليوم خبير السناب بيجي الساعه 11 عقب ما يخلصون من دكانهم عقب بيني بيجلس عندي ابوي لين الساعه 1 1 ونص الساعه ابوي مالي خانه عندنا سوالف ما في هب بيكون الساعه 1 ونص لو انت من يظهر مالي خانه فإذا الله جعلنا بالحيين يمكن أن باكر أعد لكم السالفة كلها معروفة يعني ظهرت على اليوتيوب على القنوات الفضائية المقابلة كلها موجودة لايف غير أنا في خاطري أعدها روحي على جماعتنا اللي في الغربة واللي شرق وغرب يعني ولي مآرب أخرى يلا حبيبي يا الله يحفظكم اليوم في سناف لكم هذا السبب اللي ما بخلاني أعد الغصة اليوم. سلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ والله الحمد لله يا ابو. كيف انت؟ شو اخبارك؟ يا مرحبا بالخبير. يا مرحبا بالخبير. كل حد طرش لي مسجات وين رقمنا؟ ابغى رقم الخبير. قلت ابوي رقم الخبير لا لا ما بحطك اليوم. قلت له ابوي حطيت ودي واحد من كم من يوم واللي يبقى لقط هاك اليوم كابتشر. انا ابوي ما بجلس اسوي بندريج حق الخبير كل يوم يماطل بي اليوم مباشر اليوم مباشر. عذبتنا عذاب الله الأكبر يا منهل. دليت عارنا. دليت عارنا. هذا حين وصل والعالم الله متى عاد بيخلص. هذا الحبيب توه وصل. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بمنهل. هلا أبو محمد. مرحبا أبو داعين أبو محمد. إن شاء الله إنك بتخلصني اليوم. إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يقويك يا رب. منهل شو اسمه ولدك أنت؟ بنتي شام. شام ولا شم؟ شام شام زين ابو شام الحين نحن شو قاعدين نسوي؟ انت شو قاعد تحضر لي؟ قاعدين نجهز قناه اليوتيوب عشان التوثيق. من الاساس موجوده القناه لكن ما كانت أيوة. مرتبه صح؟ بس الحين بنسوي توثيق ان شاء الله. توثيق شو الفرق يعني بين قناه يعني موثقه؟ قناه رسميه. كيف؟ يعني بتصير لها توثيق بيحطونها علامه زرقاء بتصير قناه رسميه على اليوتيوب. وبنصير نستفيد من المشاهدات علشان تنضاف بالفيزا كارد بيعملوا لنا لها بروموت اعلان يعني للقناه بالمقابل ونفس الشيء واليوتيوب وهذاك الانستغرام والانستغرام بناخذ عليه التوثيق نفس العمليه ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يسلمك. وكم وايد ابطيت يا منهل؟ كان في عندنا مشكله بقناه اليوتيوب انه المسميات كلها خالد الخالدي خالد الخالدي فلازم كان نعيد المسميات ونحط كل فيديو بعنوانه. زين بارك الله فيك. اوكي جزاك الله خير. شوف من عيزني عيزني تدرون من متى كم حين على الموضوع؟ لا لا من لا شهر دليت عارنا دل عاري من شهر كامل ما طلبي الا يوم حموم الا يوم ما ادري شو بلا الا يوم يظهر من دكانه يجيني عقب ما يسكرون الحفيز مالهم ويجي عندي ويجلس على هالنمونه ويظهر لي فيديو هذا وين كان؟ قلنا المكان الفلاني كتب عليه وعاد كم من هن الفيديوهات كل يعني بقول لك يكون 300 فيديو 400 فيديو من سنتين ونحن نجمع. الله كريم. يلا نبتدي؟ ايه يلا بسم الله. يلا بنرخصكم عاد جماعة سامحوني انت طاربتوا يا بخبركم بسوي لايف غرابة. السلام عليك ابو محمد شحالك كيف انت شحال العيال والاهل الله يسلم. اسبينا اليوم نحن مقيلين في ابوظبي من الضحى العود لين الساعة 8:30 احنا في ابوظبي. اسميها بلاد اسميها زينة معدلة حق اليوم الوطني. صراحة شيء جميل ومشرف عماير وشوارع نظيفة يا رب صلى الله يا رب يطول في عمر شيوخنا يا رب ويعافي شيخنا خليفة يا رب العالمين بشرته بالصحة وبالعافية. بلاد جميلة شرم ما يقول خالدي عليها رضوان من الله. عسى الله يسعدنا يا رب في دارنا يا رب وفي ظل شيوخنا ونحن من يلسنا في أبو ظبي اللي نروحه ونحن في طاري خالد الخالدي. لا إله إلا الله محمد. قلت لهم تخيلكم وين هاي مدينة محمد بن زايد وين مكانها ونحن في طاري خالد الخالدي. لا إله إلا الله محمد. قلت لهم تخيلكم وين هاي مدينة محمد بن زايد وين مكانها ودونا بنشوف. قالت رعاية البيت رعاية العزيمة منو اللي ييس في بيتي حرام أوديكم عند الخالدي شو رايكم اسوي لكم مفاجاه وخليينا. قلت هو عثرتنا بعد قزينا خالد دمينا في طريق ليلى الله. قلت شو ما يشرق الريال من كثر ما رمستوا عنا. صراحه الكل يشيد
بك والكل يثني عليك والكل يمدحك، عسى الله يطول في عمرك ويخليك يا رب مثل ما مونس هالحريم والأوادم كلها وكلهم يطرونك بالخير سبحان الله. لك شعبية وايد كبيرة، عسى الله يزيد محبينك ترى اللي الله سبحانه وتعالى يحبه، يحب جبريل وينزل القبول أيضا في الأرض. الحمد لله على كل حال شيخ عبيد وياك تحياتي. مشكورة جماعي على الله يحفظكم السيدات من دبي على الله يحفظهم. جليل ييتنا البوظبي، جليل ما ينبوظبي يوم ين عاد قال اتمنينا ييناك، قلت في خاطري اسمي كله ييتن بتلقطني مسمت انا وام محمد وصلاح. اليوم لا عندي ضيوف ولا عندي شغل ولا ضمنه، واليوم الاكولات انشبت علينا من كل مكان اللهم لك الحمد. كان بيتستانس بتقصر ندوب ويانا يعني لكم مالنا نصيب نحن، وانتم بعد ما لكم نصيب بنكم تهبشون من هالخيرات الله اللي ليتنا من شيء غير. ان شاء الله الجايات اكثر واخير عن اللي فاتن، ان شاء الله الجايات اكثر عن السائرات، واذا الله جعلنا من الحيين ان بنتلاقى عند وياكم وبتونا بتشرفونا في بيتنا في مدينه محمد بن زايد. وعلى ما قالوا المصريين لقمه هنيه تكفي ميه. أبو ظبي أبويا، أبو ظبي روحة تبش وتطيب، أبو ظبي يزين من حديه، أبو ظبي تتبهل البلاد من حديها، أبو ظبي غير عن كل البلاد في الدنيا العودة، أبو ظبي يعني تبهى يوم حد يزورها، أبو ظبي وأهل أبو ظبي فيهم بشاشة نفس، فيهم الأساس بشاشة نفس قبل ما يشوفون الضيف، ما بالكم بشوف الضيف. والله مليون مرحبا من سرتوا لين جيتوا انتوا، لو ياكم ابويا دبي وما حاش حوشه، والله مرحبا وسهلا بكم وبكل العرب وبكل المسلمين.